كل العيون اللي موجودة ناس كبيرة كبار، مفيش واحد في الناس اللي قاعدة دي هتهتف زيات 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 زيات. لا مفيش، مش هيحصل. وانا بحب كده ولا انتوا كده؟ انا زي ما قلت لكم من شوية انا قوي بالله ثم بثباتي ثم بيكم ظهري، وبحب الاقوياء. الضعيف عاوز اللي حواليه اصفار، انا مش عاوز اصفار جنبي ولا هجيب اصفار جنبي. وبالمناسبه بقول لكم من بنات افكاري، انا كنت بقول طول الفتره اللي فاتت انا نقيب بلا قائمه، النهارده بقول لكم انا نقيب بقائمه قومي. بس اكيد انا حريص على احترام كليه.